يقول السائل: ما هو ضابط العذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زال الجهل، زال الجهل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن والسنة، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، إذا كان عربيا يعرف معنى العربية، أما إن كان أعجميا فلا بد أن يوضح له، لا بد أن يوضح له معنى القرآن حتى تقوم عليه الحجة لأنه أعجمي، أما العربي هذا ما يحتاج، إذا بلغه القرآن هو يعرف معناه قامت عليه الحجة. القرآن فيه الأمر بالتوحيد، فمتى إلى متى الجهل؟ ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جهل، خصوصا في أمة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانهم. نعم.